انا مختلف. ايه ايه يعني؟ ما عندكش مشكلة. انا شايف النادي الاهلي كبير. الفترة قليلة انه يطلع ان النادي الاهلي يجيب مدرب. بص، يجيب مدرب من جنوب افريقيا. السي في ما عندي السي في اهو، ما انا عندي اهو السي في بتاعه. اشتغل من 2001 كمدرب 2001 اشتغل في فريق سوبر سبورت يونايتد بجنوب افريقيا، وحقق معاهم بطوله الدوري وبطوله الكاس وكاس الثمانيه الكبار في جنوب افريقيا، وبعد كده كان مساعد مع كارلوس البرتو تمام البرازيلي في كاس العالم 2010 تمام وبعد كده تولى المسؤوليه هو لمده سنتين تقريبا، وما وصلوش لبطوله الامم الافريقيه تقريبا بعد سنتين دول. فبالتالي تم اقالته. وبعدين كده بقى ماميلودي سان داونز من 2012 لحد النهارده 2020 عمل ايه بقى؟ اخد معاهم 5 دوري، بطولات الدوري وده عادي جدا، بالاضافه الى لقب دوري ابطال افريقيا لاول مره. يعني دوري واحد من 2012 افريقيا من 2012 ل 2020 محمد يوسف عملها، حسام البدري عملها، فتحي مبروك عملها، اي حد هياخد فرصه هيعملها. فاهم انا اقصد ايه؟ انا فاهم يا كابتن. انا انت فاهم انا اقصد ايه؟ لعبت في النادي الاهلي. الساده المشاهدين فاهمين انا اقصد ايه؟ انا ما انا ما لا انا لا انا عايز احبط ولا عايز اعمل، لكن انا بتكلم ان في اولويات لاولاد النادي الاهلي. طب رايك في فكره الجهاز الكامل يا كابتن، ان يبقى كل الجهاز؟ انا 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 بص الاجهزه الكامله، الاجهزه الكامله. طب انا هعلم الناس ازاي؟ الله ينور عليك. هو ده الكلام، هو ده الكلام اللي احنا لازم نتكلمه، اللي هو المفروض يبقى فيه فايده لكره القدم المصريه. انا بجيب بروفيسور مفروض يعني. انا جايب واحد بديله يعني النهارده ال 120 او ال 125 الف دولار اللي بياخدها المدرب وجهازه، دول من جيب مين؟ عارف لو من جيب رئيس النادي والله العظيم ما افتح بقي. هو حر. ولو فتحت بقي اعمل اللي انت عايزه. يا رب يجيب اي واحد من السيرك ويحطه مدرب، هو حر. فلوسه وانا حر فيها. انت واخد بالك؟ تمام. انما من فلوس الناس وفلوس الاعضاء وفلوس الدوله واعمل اي كلام وادفع اي كلام وادفع لا 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 لا, لا هنا ستوب. انا بجيب جايب الناس. هو وانت فاكر انه انا بتكلم على الاهلي والزمالك؟ على فكره خلي بالك، الزمالك كده بقى. انا ما بتكلمش على انديه دلوقتي. تمام. ده انا بتكلم عموما. تمام اوكي. انا بتكلم عموما. تمام. مفيش نادي قدامي دلوقتي. انا نادي، يبقى الواحد بياخد 30,000 ولا 25,000 في السنه، اجي اجيبه انا ب 100,000؟ حرام يعني. ليه يعني؟ ليه يعني؟ يعني عندنا فلوس كتير قوي بن 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 مش محتاجينها؟ كلام مش مظبوط. كلام مش مظبوط. طيب جبنا احنا ابو 105، دبقنا الفلوس وجبناها. طب نعلم بقى الناس بتوعنا عشان يبقوا كوادر. ولا انا مش عايز حد يبقى موجود؟ يعني مش فاهم. ما هو احنا في ناس بتيجي تخش لجان وتبقى موجودة في الأندية كلها يعني، وتدير كرة القدم وعليها علامات استفهام. ايه ده؟ اشمعنى ده؟ اشمعنى ايه ده؟ اشمعنى ده؟ ده 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 عليه 500 علامة استفهام. انت واخد بالك؟ فلما يبقى هو بيدفع من جيبه ينقي اللي هو عايز ينقيه وياخد اللي هو عايز ياخده. طيب المدرب الأجنبي ده المفروض انه جاي يعلم. مش احنا جايين نتعلم منه خطط جديدة؟ ده المفروض ان احنا هنخليه من ضمن العقد قطاعات الناشئين، يعمل محاضرات لمدربين الناشئين، يعلمهم عشان يبقى عندنا كوادر، يعمل لهم محاضرات. وعمليه الربط، وخاصه ان انت عندك في اوقات في اوقات الدوري بيقف فيها ومنتخب بيلعب وبتبقى فيه توقفات، استفاد منه بقى. فتستفيد منه يعني، استفيد منه، خليه يعلم مدربي الناشئين او يديهم درس او يعرفهم فتره الاعداد بتتعمل ازاي، يعرفهم الخطط بتتحط ازاي. انت حط معاه حد
ده بقى هو سامي حسام مشي ولا لسه موجود؟ ده موجود موجود، بس انت بتتكلم سامي يعني كل احترام ليه، لكن هو يعتبر بالنسبه للراجل هو تالت يعني هو جاي مساعد معاه. ما حتى انا بس اقول لك الاجهزه الفنيه للاهلي والزمالك يا كابتن. الزمالك يعني باتشيكو مدير فني، اليكس كوستا مدرب، معاهم مدحت عبد الهادي مدرب، وجوزيه بيدرو مدرب احمال، وخديجه. اليكس كوستا ده اسم لاتيني، يعني ممكن يكون برتغالي او اسباني. وبيدرو، بيدرو ده اسم، ده برتغالي، بيدرو ده برتغالي. ده بيدرو ده جايبه منين؟ ده موسيماني اللي جايبه؟ لا انا بتكلم على الزمالك، ده باتشيكو. الزمالك. وخديجه فاي مدرب حراس مرمى، خلي بالك المدربين حراس المرمى كمان بقوا موجودين جوه الجهاز. مدرب حراس مرمى برتغالي في الزمالك. هو كان مفروض كان في مدرب سنغالي تقريبا جاي لنادي الزمالك، وبعد كده تم تعديل الموضوع بالنسبه للاول المدير الفني او المدرب ده لجنسيه تانية. طبعا نادي الاهلي بيتسو موسيماني. امال عصام الحضري هيشتغل فين يعني؟ عصام الحضري هيشتغل. لا انت بتتكلم على الكوادر، انا بتكلم فعلا على الكوادر، بتكلم على الكوادر. المرمى كمان بقوا مش موجودين. بنتكلم على الكوادر يعني. بيتسو موسيماني مدير فني، كابتن صالح حفيظ مدير الكره طبعا، رولاني موكينا مدرب عام، كابتن سامي حسام مدرب مساعد، ميتشيل يانكون مدرب حراس مرمى طبعا ده مستمر في من الجهاز الفني. طيب خلينا نقول على 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 حق يراد به باطل. وموسى ماتلبا محلل الاداء حتى ما. لسه معاه موسى ماتلبا؟ ده كام واحد؟ ده خمسه بقى. لا عدهم تاني بعد اذنك، قول لي تاني بعد اذنك. اقول لك ايه يا كابتن؟ قول لي الجهاز الفني النادي الاهلي. الاهلي على فكره هو موسيماني كان هيجيب مساعد معاه وهو رفض، عشان يبقى هو هيبقى المدير الفني للفريق سان داونز المساعد بتاعه ده، وفي واحد تاني هيجي يعني. بيتسو موسيماني مدير فني، كابتن صلاح حفيظ. لسه في واحد تاني هيجي؟ بيتسو موسيماني، رولاني، وفاضل واحد هو مستني ينقيه. رولانا. لا هو خلاص اتفق معاه. هو يا جماعه اللي انا بقول اسمه ده ولا حد تاني هيجي غير مع الناس دي، مع المدربين؟ رولاني موكينا. ده رولاني ممكن ده اعتذر، وفي واحد مكانه هيجي مكانه. أوكي. عشان هيمسك مدير فني للفريق سان داونز، فمكانه هيجي واحد كابتن سامي مدرب مساعد. ميشيل يانكون ده كان في مدرب حراس مرمى، كان في الجهاز الفني مع مستر فايلر. وكابيلو رانجوجا ده مخطط احمال يا كابتن، وموسى ماتلبا محلل اداء، حتى المحلل اداء متوقع. يبقى هو معاه اثنين مساعدين واثنين مخطط ومحلل. يعني معاه أربعة وهيجي واحد، يبقوا خمسة. خمسة أجانب. لا أربعة كابتن، بالأربعة هم. هو دلوقتي أربعة. أربعة أربعة، ما في واحد هيمشي، واحد خلاص اعتذر وهيجي مكان واحد. نعم. من الأربعة دول واحد معتذر وهيجي مكان واحد. ما يا ابني أنت قلت في واحد اسمه، أنت نطقت اسمه دلوقتي هيدرب سان داونز. ما هو خلاص ده هيجي مكان واحد بس. ده لسه هيجي مكان واحد. هيجي. يبقى دي واحد. يبقى المدير الفني. مدير فني معاه واحد اللي هو مكان اللي اعتذر، ومعاه واحد تاني اللي هو الاسم اسمه التاني رانونجا، وموسى ماتلبا. موسى ماتلبا. ماتلبا. طيب ادي دول ثلاثه مع الراجل اللي هو. دول ثلاثه مع الراجل. مع الراجل. واثنين، واحد مخطط وواحد محلل. لا لا لا. امال ايه؟ ما انت قلت لي واحد بتاع احمال. هو مع الراجل هم اربعه. هم والراجل اربعه. مع الراجل اربعه. طيب خلاص. وايه تاني بقى؟ معاهم بس ايه؟ معاهم سامي قمصان. سامي قمصان والمدرب حراس المرمى ميشيل يانكون اللي هو كان مدرب حراس. يبقى هو المصري الوحيد موجود في الجهاز. سامي وكانت سيد. طيب. كمدير للكره. طيب ده يعمل لنا علامه استفهام، هل المدرب المصري اصبح فاشل؟ يعني ما لازم ده لازم جرس انذار كده. اما الانديه الكبيره بتجيب كله، اما تجيبوا اجانب ونحط معاهم مصريين هيتعلموا. يعني المفروض ان سامي قمصان اتعلم من فايلر والمساعدين بتوعه وكده، والمفروض ان الناس بتتعلم من الاجهزه الفنيه اللي موجوده. طب لما ما يبقاش فيه ولا حد موجود وكله جاي اجنبي، يبقى المصريين هيتعلموا ايه؟ يبقى احنا النهارده الناس دي جت خدت تاني مدحت عبد الهادي برضه كابتن سامي ومدحت نفس الوضع. ايوه ما هو ماشي. ما هو واحد، انت بتحط واحد هنا واحد هنا، نفترض ان الواحد دوت فشل معرفش يتعلم. يبقى انت بقى في ريسك. انما احنا كنا بنجيب المدرب الاجنبي ومعاه جهاز كامل ومعاه جهاز مصري. ليه؟ حراس مرمى مصري،
مساعد مدرب مصري. المدير الفني ده كده ما بيستريحش وما بيطلعش كل طاقته، لان هو الناس مش فاهماه، الناس بتتآمر عليه. في بعض الانديه تقول لك ده بيتآمر في الناس اللي تحتيه. النادي الاهلي والنادي الزمالك، انا بقول لك ما بتكلمش على الاهلي او نادي الزمالك والاهلي، لو فيهم تآمر من 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 المدربين يبقى عليه العوض ومنه العوض بقى، يبقى انتهى، يبقى كده احنا، يبقى احنا كده بقى ايه، ما نتكلمش اصلا. لو هو في تآمر في النادي الاهلي على المدرب عشان يفشل، وتآمر في نادي الزمالك من المدرب عشان من المدربين المصريين على المدرب عشان يفشل، يبقى خلاص احنا بنعمل، يبقى نقفل الكوره ونقعد بقى ايه، نلعب اي حاجه بلاي ستيشن، نعمل اي حاجه تاني، ادام احنا وصلناها لدرجه التآمر. لا ده كلام، احنا لابد ان احنا نستفيد. ده جزء من الكلام. يعني هم جنوب افريقيا جابت مع زيجالو، مش جابت في كاس العالم زيجالو، ولا جابت كارلوس ألبرتو جابت معاه مين؟ جابت الطقم بتاعه البرازيلي، ولا جابت معاه مين؟ مش جابت معاه موسيماني؟ كان موسيماني موجود على هو أساس اللي مسك بعد كده. على اساس ايه؟ مش على اساس موسيماني يتعلم من كارلوس ألبرتو؟ صحيح، بعد كده هو مسك بعد كده. ايوه ما هو ماشي، ما مسك قبل عشان كده يتعلم طبعا، عشان يتعلم، عشان هو وسط. طب احنا ليه ما يعني احنا بقى طالما احنا قدوتنا بقى جنوب افريقيا، ليه ما بنعملش زي جنوب افريقيا؟ يعني ده ما احنا قدوتنا وبقينا نجيب المدربين. مع ان انا يعني انا بتكلم عن انا لما اجيب مدرب رجبي من جنوب افريقيا، كاس العالم خدوا كاس العالم، جنوب افريقيا خدت كاس العالم في الرجبي، وخدوا كاس العالم في الكريكت. انا لما اجيب اتنين مدرب من هناك، بس النهارده كابتن محسن صلاح بيتكلم على الراجل ان هو مدرب افريقي بعقليه اوروبيه. عايزك تجاوب يا كابتن وتعلق على الجزئيه دي. بس اطلع لفاصل ونكمل كلامنا.